سيئ الصورة في الإعلام، يستخدمه في المستشفيات الأخطاء الهايفة البسيطة، ودي أصبحت الوسيلة الوحيدة للانتظاق للإعلاميين واستعمال الأطباء. النقطة الثانية وقطاع المحامين والمهن الطبية وسوء استغلال الأحكام بقينا زي أمريكا، المحامين اللي مش لاقيين شغل النهاردة أصبحوا بيستغلوا أخطاء قد تكون بعضها. احنا لا ننفي ان هناك بعض الناس زي كل قطاع في الجيد والسيء، ولكن بيستغلوا هذه الاخطاء لتحقيق اغراض ماليه. فنرجو ان هذه القضيتين فرصه، انا بنتهز كل، وده مش بس البشريين، البشريين والبيطريين والاسنان كلنا وكذلك قطاع التمريض، ان احنا عندنا ازمه في هذه القطاعين. يعني نرجو ان من ضمن الاجندات، مجلس النقابه لسه حديث وجديد وكله عزم وعزيمه، ان احنا نعمل نجيب شركه ماركتينج او شركه تسويق تعمل لنا ميديا كامبين لتحسين صوره الاطباء.